السلام عليكم واهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى. فيديو جديد، فيديو اليوم جد سهل جد سريع، واهم شيء انه جد جد لذيذ. نار نار يا حبيبي نار. فاول شيء واهم شيء سنحتاج الى خبز توست. بالنسبه لخبز توست يمكنكم استخدام خبز توست الابيض او خبز توست الاسمر على حسب المتوفر عندكم. نقوم بازاله الجوانب حتى نحصل على هذا الشكل، ثم سنحتاج ايضا الى طاوة للفرن. نقوم بوضع قطع الخبز بطاوة الفرن، وسنحتاج ايضا الى معجون الزيتون. كيف يتم تحضير معجون الزيتون؟ طريقة جد سهلة. كل ما نحتاج اليه هو زيتون اسود من غير عدم مع القليل من زيت الزيتون، ونقوم بفرم او طحن الكل معا حتى نحصل على معجون بنفس الشكل. نقوم بوضع معجون الزيتون فوق قطع الخبز، ثم نأخذ سباتيلا او ملعقة او سكين على حسب المتوفر عندكم. اهم شيء اننا نقوم بتسريح معجون الزيتون فوق قطع الخبز حتى يغطيها بالكامل. فكمية الزيتون هنا على حسب ذوقكم، تستخدموا كمية قليلة او كمية كثيرة. سنحتاج ايضا الى شرائح من الطماطم، فقط طماطم عادية، نقوم بغسلها تنظيفها جيدا وتقطيعها الى شرائح. وسنحتاج ايضا الى لحم الديك الرومي او لحم الدجاج المدخن على حسب المتوفر عندكم، مرتديلا، كاشير او كما تسمونه في دولكم. فنقوم بتقطيعه ايضا الى شرائح، ثم نقوم بوضعه فوق طماطم بنفس الشكل او كيف ما تحبوا، المهم انه يكون موضوع فوق قطع الخبز ايضا. واخر شيء نقوم باضافة جبنة الموتزاريلا. السؤال الذي سيسألني الجميع، هل يمكن استخدام جبن اخر؟ نعم يمكن استخدام جبن اخر، لكن يبقى جبن الموتزاريلا هو احسن شيء لهذه الوصفة. نقوم باضافة بعض من قطع الطماطم من فوق وشرائح من الزيتون للتزيين من فوق، واضافة منظر جميل من فوق، ثم نقوم بادخالها الى الفرن. بالنسبة للفرن الكهربائي 200 درجة لمدة 12 دقيقة. بالنسبة للفرن الغازي درجة حرارة متوسطة من تحت ودرجة حرارة متوسطة من فوق ايضا، الى حين ان نحصل على هذه النتيجة. الجبن يتحمر من فوق ويصبح بهذا اللون الذهبي الجميل. فنقوم باخراجها من الفرن. الطبق عندنا اصبح جاهز كيف ما شفتوا، جد سهل وجد سريع بالنسبة للناس اللي ما يحبوش يقضوا وقت كثير في المطبخ، وبالنسبة للناس اللي يحبوا الوجبات السريعة. وصدقوني مذاقه جد جد رائع. كيف ما كتشاهدوا فالخبز يتحمص ايضا من تحت، زائد الجبنة، زائد مذاق الزيتون الاسود، زائد طماطم، فالمذاق جد جد رائع. بالنسبة للتقديم يمكنكم التقديم على حسب ذوقكم، لكن لو اضفتم سلطة خضراء من فوق او خصوصا جرجير، بالنسبة للناس اللي متوفر عندهم هذا النوع من السلطة اللي اسمه الجرجير، فسيغير الطبق بالكامل، سيصبح الطبق اكثر من رائع. فالجرجير مع الجبن ومع الخبز سيضيف نكهة خاصة ستعشقونها. فقط جربوا الوصفة، ان لم يكن الجرجير متوفر فقط جربوها مع سلطة خضراء، او يمكنكم اضافة لحم مفروم من فوق، او يمكنكم اضافة لحم مدخن، خليع، على حسب المتوفر عندكم. انا اعطيكم فقط الفكرة الرئيسية وانتم وابداعاتكم. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، والقاكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. السلام عليكم.